أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. سر السعادة الزوجية عسل قصورة. الشباب والحيوية عسل قصورة. الصحة والقوة عسل قصورة. عسل قصورة عمرك ما هتجيب ورا. عرضنا الجديد اشتري علبة 5 عبوات واحصل على علبة عسل ملكي هدية 250 جنيه. للتواصل 0150 70 61 606. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توك شو. النهاردة معنا موضوع مهم جدا وهو العشر الأواخر من رمضان. أعزائي المشاهدين، إنما الأعمال بالخواتيم، ولذلك إذا كان السباق في آخره شد الخيل الرحال، لأن الأعمال بالخواتيم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو العشر الأواخر من رمضان. رحبوا معنا بالأستاذ الدكتور حامد خضراجي جويش، أستاذ النقد المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا معالي الأستاذ مروان، أهلا بك وبالسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير إن شاء الله. دكتور حامد، عايز أدخل مع حضرتك يعني على طول، ما فضل العشر الأواخر من رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله أستاذ مروان وحيا جميع المستمعين الكرام. هي بالتحديد هي التي تحظى بهذا التفضيل، لأن هي الخواتيم، وكما قال الأستاذ مروان في بداية الحلقة الأعمال بخواتيمها. طبعا في هذه الأيام يكون الإنسان قد يعني أثر فيه الصيام وآتى الصيام ثماره في هذه الأيام الطيبة المباركة، ولهذا تصير الأعمال أكثر تفضيلا وأكثر قبولا. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك وأيضا هذه الأيام تشهد أيضا أو شرفت أيضا بليلة مباركة. هذه الليلة يعني ننتظرها من العام للعام، من أقامها فقد يعني كأنه أقام لله سبحانه وتعالى، وكأنه عبد الله خيرا من 1000 شهر. وهي ليلة القدر. ليلة القدر، تمام. لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ لأنها ليلة ذات شرف وقدر، شرفها الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وشرف الله سبحانه وتعالى هذه الليلة بنزول الملائكة الكرام، وليس أي ملائكة، إنما هم سكان سدرة المنتهى، ينزلون إلى الأرض. طبعا نحن نتساءل يعني ألا تتنزل الملائكة في جميع أيام العام لا سيما في رمضان؟ نعم تتنزل، لكن يكثر التنزيل
تنزل الملائكة، وهنا يعني هنا تتضاعف أو يتضاعف نزول الملائكة، وأشراف الملائكة ينزلون في هذه الليلة بقيادة سيدنا جبريل عليه السلام. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها، وكما قال المفسرون الروح هنا هو سيدنا جبريل عليه السلام. لذا فإننا يجب أن نعيش هذه الليلة باللحظة، لا لا يعني هذه الأيام عموما العشر الأواخر من رمضان لا نعيشها بالأيام، وإنما تعاش باللحظة باللحظة، لأن الدقيقة الواحدة في هذه الليلة أو في العشر الأواخر من رمضان تساوي 56 يوما، والدقيقة الواحدة تساوي في هذه الليلة 56 يوما، بل الساعة تساوي 8 سنوات، وهذه الليلة تساوي 83 عاما. وإذا ما ضربنا، لو ضربنا العدد ده 83 سنة في متوسط عمر الإنسان 60 سنة، يعني يعطينا 4980 سنة. يعني هذا عدد لا يمكن، لم يتأتى لأحد من خلق الله أن يكون قد عاش هذا العمر. فهذا العمر يعطى لهذه الأمة الطيبة المباركة في هذه الليلة الكريمة. فمن عبد الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله جزاكم الله خيرا دكتور. يعني أنا عايز أتكلم مع حضرتك برضو في يعني في بعض الناس يقول لك انا يعني ما اجتهدتش في اول رمضان، وان يعني الواحد كان الدنيا واخداه والشغل والجري على اكل العيش و و و و فده ممكن يؤدي الى القنوط من رحمه الله عز وجل. فهل حضرتك يعني ببشاره حضرتك وبشاره النبي صلى الله عليه وسلم نقدر نطمن الناس ان لسه في خير جاي في العشر الاواخر من رمضان؟ نعم، ما زالت الفرصة سانحة في هذه الأيام. ولذلك أنا دائما آتي على أبواب العشر الأخيرة من شهر رمضان وأتساءل وأسأل نفسي وأسأل الناس وأسأل الآن السادة المشاهدين، ماذا فعل بكم رمضان؟ ما فعل بكم رمضان؟ يعني وما هل قربكم رمضان من الله سبحانه وتعالى؟ لأن الأساس في الصيام أن يقربنا من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، أي تصيرون قريبون من الله سبحانه وتعالى. وأسأل أنا نفسي قبلكم جميعا، ماذا فعل بنا رمضان؟ هل قرب من الله؟ هل صمنا صوما حقيقيا؟ هل قمنا في ليالينا؟ هل يعني تصدقنا؟ هل بحثنا عن العلم النافع؟ هل كذا وكذا تزودنا من الخير؟ فإن كانت الإجابة نعم فبها ونعمة ونتزود من الخير، وإن لم تكن فما زالت الفرصة سانحة في العشر الأواخر من شهر رمضان. هذه الأيام يجب علينا أن نتزود فيها، أن نتحرى هذه الأيام. وفيه يعني بشرى يعني طيبة، أنا أبشر وأبشر نفسي وأبشر السادة المشاهدين أن هذه الأيام الطيبة المباركة إن وكانت النية ان احنا كل ليلة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحروا هذه الليلة في العشر الاواخر من شهر رمضان، اتعلم انك بهذه النية تصير كل عشر الاواخر من شهر رمضان ليلة بمجرد النية. بمجرد النية، يعني في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انما الدنيا لاربع: رجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال لو أن لي من المال مثل ما أوتي فلان لا 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 تصدقت به ولا عملت به عمل فلان. فقال صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء. ولذلك رفع ليلة القدر وإخفاءها في هذه العشر الأواخر هي من حظنا جميعا ومن حظ الأمة الإسلامية جميعا، لأنك إذا ما صرت تتحراها وتتتبعها وتتمنى أن تكون هذه الليلة ليلة القدر، فبهذه النية تصير كل الليالي ليلة القدر، ويعطيك الله إن شاء الله أجر ليلة القدر في كل ليلة تنوي القيامة. الله خير دكتور. يعني برضو في حاجة
حاجة خطرت في بالي كده عايز أتكلم مع حضرتك فيها. أعمار الأمة قصيرة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمار قصيرة يعني، ولكن ربنا عز وجل أعطاها منح ونفحات. يعني ليه ربنا عز وجل أعطى من هذه النفحات والمنح العشر الأواخر وليلة القدر؟ كما تفضلت حضرتك هي أن هذه الأمة أمة يعني قصيرة العمر، قصيرة العمر، وقال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يتجاوز هذا العمر، هذا العمر القصير. بل نجد في هذه الأيام الشباب، ما أكثر موت الشباب في هذه الأيام، ما أكثر موت الشباب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عوضها، لأن خلي بالك يعني الإنسان الذي يعيش عمره 60 سنة مش كل العمر ده بيقطعه في عبادة. يعني أنت عندك أولا 15 سنة لعب، ما أنتش مكلف، 15 سنة لعب، وبعد كده عندك أيضا 20 سنة، 20 سنة، لأن الواحد بيشتغل 8 ساعات في اليوم، يبقى لما تضرب 3 × 8 = 24 يعني تلت الستين 20 سنة، يعني 20 سنة أنت بتشتغلهم، وعشرين سنة كمان نوم، لأن الواحد بينام من 6 إلى 8 ساعات، وفي ناس بتسجل رقم قياسي في هذا الأمر. فأنت أنت عندك 15 سنة وعندك 40 سنة 20 عمل وعشرين نوم، يبقى دي 55 سنة، يتبقى من عمر الإنسان 5 سنين. طب خمس سنين دولة أنت أكل وشرب وقضاء حاجة وزيارة ناس يبقى إذن لو إحنا شفنا يعني العمر يعني العمر الحقيقي للإنسان هو لحظات. ولذلك سمعت واحدة أو يعني سمعت عن أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن سيأتي في آخر الزمان أمة أعمارها ما بين 60 و70 سنة، فقالت والله لو كنت مكانهم لقضيت هذا العمر في سجدة واحدة لله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل من بني إسرائيل يحمل السلاح 1000 شهر يقاتل في سبيل الله، فلما تعجب من ذلك فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الليلة الطيبة المباركة. فمن يقوم هذه الليلة فربنا سبحانه وتعالى عوض هذه الأمة القصيرة الأعمار بأن أعطاها هذه الليلة الكريمة وأعطاها نفحات كثيرة. هناك يوم عاشوراء مثلا، من يصوم يوم عاشوراء يعني صوم يوم عاشوراء يكفر سنة قبله، يكفر سنة، وصيام يوم عرفة يكفر سنتين. يبقى إذن هناك أشياء ربنا نفحات أعطاها الله سبحانه وتعالى غير ليلة القدر أيضا. يعني هذه الأمة محظوظة بحبيبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه الأمة يعني تات وهي الأمة الأخيرة في آخر الزمان، إلا أنها هي الأولى في والأسبق إلى الحساب بكرامة وشفاعة حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا دكتور. ونحن بصدد الكلام عن ليلة القدر وإنها في العشر أواخر من رمضان، هل ليلة القدر لها ليلة معينة أو وقت محدد؟ ما كما قلت لحضرتك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحروا هذه الليلة في العشر أواخر من شهر رمضان، ثم حددها تحديدا فقال تحروها في الوتر. هذه رواية أخرى عن السيدة عائشة، تحروها في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان، في تسعه تبقى، في سبعه تبقى، في خامسه تبقى. وهناك بعض الآراء كرأي ابن عباس، وكان يقصي أنها ليلة 27 من شهر رمضان، ليلة 27 من شهر رمضان. طبعا يعني سيدنا ابن عباس يعني وهو ترجمان الأمة وترجمان القرآن، ويعني يروي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة المقربين وكذا، يعني تنبأ لها وقال أنها ليلة 27 من شهر رمضان، لأن يعني واستدل على ذلك أن هناك أشياء كثيرة عن حول رقم 7. يعني قال السماوات 7 والأراضين 7 ومدار خلق الإنسان على 7 وأن أعضاء السجود 7 وأن أيام الأسبوع 7، وأخذ يعد 7 ثم في
يعني ليلة ليلة القدر، هل هي 27 21 23 25؟ يعني في روايات يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يعني من خلال الروايات هل هي ثابتة أم متحركة؟ هنقول إنها ثابتة مثلا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هي 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 في علم الله سبحانه وتعالى. إذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، وفي رأيي الشخصي، في رأيي الشخصي نحن لا نحدد شيئا لم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترك الناس أن يعني تجتهد في هذا الشهر الكريم المبارك. يعني في بعض الروايات عن العلماء، يعني في بعض آراء العلماء أنها ليلة متغيرة، يعني ما بتكونش يعني في سنة من السنوات يستشعرها الناس في أنها ليلة 21، وهناك ناس يستشعرونها ليلة 23، وهناك من يقول أنها ليلة في بعض السنوات قالوا أنها كانت ليلة 25، وكثير من الأوقات قالوا أنهم استشعروها وأطمأنوا إليها أنها في ليلة 27، لكن الله أعلم بتحديدها، لأن الله أخفى هذه الليلة ولم يحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عدم التحديد هو الخلاف. هو الخلاف بين الناس، ولذلك يعني 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 في هذه الأيام المباركة يعني دائما يعني ننصح أنفسنا وننصح السادة المشاهدين والأمة الإسلامية بتجنب الخلاف، لأن الخلاف فوت علينا كثيرا، فوت على الأمة الإسلامية كثيرا، منها تفويت فرصة تحديد ليلة القدر. ولعله خير، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى هذه الليلة في سائر الليالي حتى يتعبد الإنسان في سائر الليالي، كما أخفى وليه في جميع الناس حتى يعظم الناس جميع الناس، حتى لا يحتقر الناس بعضهم البعض، فيعني قد يكون هذا الإنسان ولي، وأخفى الله سبحانه وتعالى الذنب الأعظم في جميع معاصي حتى يجتنب الناس جميع المعاصي، وأخفى العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله في جميع الأعمال حتى يتقرب الناس بجميع الأعمال، وأخفى الله سبحانه وتعالى اسمه الأعظم في جميع أسمائه حتى نتقرب جميعا بجميع أسماء الله إلى الله سبحانه وتعالى. بمناسبة الخلاف دكتور، في بعض الناس الوتر، تكلموا عن الوتر، الوتر كيف يحسب؟ الناس من كان مثلا تقول ليلة 21 مثلا يبقى يوم 21 بالليل أو يوم 20 بالليل، فالأفضل إن احنا ناخد العشر الأواخر كلهم مع بعض. أولا ده الأفضل من ذلك، إن احنا قد يقول يسأل سؤال إيه إن 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 هذه الليلة، يعني طبعا تعرفين إن الكرة الأرضية تنقسم إلى قسمين، تنقسم الى قسمين، وطبعا يعني نحن الان احنا هنا ليل في امريكا مثلا نهار، وقالوا انها ليله واحده وتشمل جميع الكره الارضيه، رغم ان مثلا طيب كيف يعني، لان هذا يعني ايه، هي ليله واحده ولكن الاختلاف في المطالع فقط، ولكنها ليلة من كرم الله ومن رحمته تعم جميع الأرض من مشرقها ومن مغربها، فيعني يجب علينا يعني لا نقتصر على ليالي الوتر فقط، كما قلت لك إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. ولذلك بدأ سيدنا الإمام البخاري كتابه صحيح البخاري بهذا الحديث الشريف، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وإن الإنسان لو أخلص لله سبحانه وتعالى يكفيه القليل من العمل. وأنبه السادة المشاهدين، أنا أرى أمرا عجبا في المساجد إن هم يعني لشدة حرصهم على اغتنام هذه الليلة يتركون الإمام عند صلاة الشفع، يعني انت الامام عند صلاه تلاقي الناس ده يعني علشان مقام الكلام، يعني ادركنا هذا الكلام، لان الاعمال بالنيات يتركون الامام في صلاه الشفع، حتى يعني لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في الليل واجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا، فيتركون الامام عند صلاه الشفع حتى يصلوا التهجد. اقول لكم بشاره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قام، في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
شوف حتى ينصرف. انت عارف ان انت ممكن تروح البيت تصلي ساعة واثنين وثلاثة هيكتب لك الساعة واثنين وثلاثة، لكن تكتب لك صلاة ليلة كاملة إذا ما ختمت مع الإمام. هنا طب بعض الناس يقول طب ما أنا عايز أصلي وفضل الله واسع ومن الممكن أن يعني أن أذهب إلى البيت وأصلي، فأقول لك يعني أنت في هذه الحالة إما أن تصلي مطلقا يعني حتى لو كنت قد أوترت مع الإمام ما فيش مشكلة. العلماء قالوا أنه يجوز لك أن تصلي بعد الوتر مطلقا، وبعض العلماء يقولون لك أن تفك هذا الوتر، أن تصليت ركعة منفردة فتصلي ركعة أخرى منفردة أصبحت صليت شفع ثم تصلي ما تشاء ثم تصلي في آخر الليل وتر. يعني الشاهد في هذا الكلام أن الأعمال بالنيات، ان الانسان من يعني حتى في ليله الشفع يعني انت بتقول مثلا تحروها في ليله الرسول صلى الله عليه وسلم تحروها في العشر الاواخر في الوتر، يعني حتى الليالي الزوجيه يجب ان نجتهد فيها ونكون بهذه النيه الخالصه سوف يعطينا الله سبحانه وتعالى هذه الليله كانها ليله قدر، وحتى ولو لم تكن هي ليله القدر. خيرا دكتور وفتح الله عليك. طب دكتور يعني برضو خرجنا من الخلاف بفضل الله عز وجل، متى يبدأ تحري ليلة القدر في ليلة القدر؟ متى يبدأ التحري؟ يعني هو تحروها في العشر الأواخر يعني مع بداية الليلة نفسها يبدأ التحري تبدأ العبادة مع صلاة العشاء يعني صلاة العشاء. يعني هو أصلا في بعض الأحاديث من صلى العشاء في جماعة وصلى الصبح في جماعة فقد كتب له قيام الليل، يعني صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة. وكمان أنبه على شيء مهم جدا، يعني بعض الناس بعد أن يصلي العشاء في جماعة مع الإمام يترك سنة العشاء. سنة العشاء يعني يجلس يستريح لصلاة التراويح. أقول لك أن هذه السنة سنة العشاء سنة راتبة وهي أهم من صلاة الوتر. يعني في أشياء كثيرة الناس تغفر عليها لقلة الفقه. ولذلك يا جماعة يعني العبادة على علم خير من العبادة على جهل. يجب أن نتفقه في الدين، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيجب علينا أن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. الأمر بسيط جدا، الأمر بسيط جدا، إذا ما تفقهنا في الدين فالأمر بسيط. إن بمجرد أن الإنسان يصلي العشاء في جماعة مع الإمام ويصلي معه صلاة التراويح ثم يأتي لصلاة الفجر فكأنه قام ليلة القدر. ثم إن أوجه نفسي وأوجه حضرتك وجميع المشاهدين يا أستاذ مروان ألا يعني نحصر ليلة القدر في المساجد ولا نبحث عن ليلة. سؤال تاني كنت أتكلم مع حضرتك فيه، يعني بعض الناس تلاقيه مثلا نحن نحصر ليلة القدر في المساجد، طبعا في سنة الاعتكاف كنت حابب أتكلم عنها برضو. هل هناك أعمال يستحب للمسلم أن يفعلها في هذه الليلة من زكاة أو صدقة أو غيره؟ فيك وبارك في السادة المشاهدين. إن يعني يجب علينا ألا نحصر هذه ولا نبحث عن ليلة القدر بين جدران المساجد، بل هناك أعمال كثيرة جدا يعني نحيي هذه الليلة بهذه الأعمال، لا سيما الدعاء. ده السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إن أدركتني ليلة القدر ماذا أفعل وماذا أقول؟ قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولم يقل لها قوم صل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يبقى إذا إحياء ليلة القدر لا يقتصر على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على الصلاة، بل هناك أفضل من سنة الاعتكاف وهو السعي في قضاء حوائج المسلمين. لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي في الحديث الصحيح ولئن أمشي مع أخي في حاجته أحب أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه، شوف شوف اعتكاف النبي قد ايه، مش زي اعتكافنا شهر كامل وفي مسجد مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت كونك ان انت تمشي مع اخيك في حاجته سواء قضيتها او لم تقض هذه الحاجة، فكأنك قمت لله واعتكفت لله في هذه الليلة. والاعتكاف أقول لك الاعتكاف هذا بالنية، يعني الاعتكاف بالنية. من الممكن أن تعمل سنة الاعتكاف وحينما تدخل المسجد مثلا في صلاة العشاء. صلاة العشاء يعني الإنسان يدخل متوضئ المسجد وينوي سنة الاعتكاف ويقول نويت سنة الاعتكاف ما دمت في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يترك سنة الاعتكاف مطلقا، يعني بفضل الله عز وجل لها أهمية كبيرة جدا. يعني سنة الاعتكاف، عايز حضرتك تتكلم برضه باستفاضة شوية سنة الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الاعتكاف يعني يعتكف الإنسان في المسجد، يعني يجتنب أهله طبعا، يعني لا يقرب الإنسان أهله في هذه في وهو معتكف. لا يأتي بشيء يعني يبطل هذا الاعتكاف، يعني كالكلام الخارج، كالأشياء يعني المحرمة، أن يأتي بأفعال مراء أو الغيبة. يعني أنت مثلا في بعض الناس تعتكف في المساجد ولكن تغتاب المسلمين، هذا يخرجهم من الاعتكاف. يعني أقول للناس جميعا إن هناك أشياء كثيرة يعني يعتاد بها الإنسان عن هذه السنة، أو يعني إذا ما اعتكفنا في المسجد من الممكن أن نعتكف اللحظات التي نجلس فيها في المسجد. لأن أستاذ مروان يعني إحنا الأمة الآن في حاجة إلى عمل. يعني أنا لا أقول يعني مثلا أن لا هذه سنة مطهرة والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها طيلة حياتي، وهي يعني لها حسنات كثيرة، ويعني والفقهاء أفردوا لها أبواب في كتبهم وتحدثوا عنها باستفاضة سنة الاعتكاف. لكن والله أنا أقول في هذه الأيام، يعني هذه الأيام فعلا الأمة الإسلامية تحتاج إلى كل جهد منا وكل جهد وكل نشاط. يعني وهناك من يحتاج إلينا في الخارج، في خارج المسجد. يعني أخرج المسجد تجد الضعفاء، تجد المساكين، تجد. ولذلك النبي الله عز وجل يقول في كتابه العزيز وأعد لهم ما استطعتم من قوة. وقوة هنا نكرة، يعني أي قوة، أي قوة العلم. يعني أنا أقول للطالب الذي يدرس، أقول له أنت حينما يعني تتمكن في علمك وتجتهد في العلم وتحصيل العلم فهذا اعتكاف، هذا أفضل من الاعتكاف. أقول للناس الذين يذهبون إلى الأرامل ويقضون حوائجهم، أقول هؤلاء هم في عبادة مثل الاعتكاف. يعني هذه نحن الأمة وهي في أزمة اقتصادية ويعني وتتكالب علينا الأمم من كل النواحي، لا يجب علينا أن نعد جيلا قويا، ولا سيما أن هذا الاعتكاف أيضا يغرس فيهم القوة. يعني هو أنك تجتنب أهلك في هذه الليالي وتتمكن وتترك المحرمات وتفرغ لعبادة الله ولتلاوة القرآن الكريم في المجمل. حضرتك بتقول ان الانسان يتقرب الى الله عز وجل في هذه الايام المباركة، لا سيما ليلة القدر، بان هو يجتهد في الطاعة، ذكر الله عز وجل، الدعاء، الصلاة، الصدقة، السعي في قضاء حوائج الناس، الاعتكاف وغير ذلك من الاشياء التي تقرب الى الله عز وجل. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر حضرتك فضيلة الأستاذ الدكتور حامد خضراجي جويش، أستاذ النقد المساعد كلية الدراسات الإسلامية العربية بنين دسوق. شرفتني ونورتني النهاردة، وأشكر حضرتك على سعة صدرك. شكرا لك ولجميع المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا
سر السعادة الزوجية عسل قسورة. الشباب والحيوية عسل قسورة. الصحة والقوة عسل قسورة. عسل قسورة عمرك ما هتجيب ورا. عرضنا الجديد اشتري علبة 5 عبوات واحصل على علبة عسل ملكي هدية 250 جنيه. للتواصل 0150 70 61 606.